ما أجملك شيراز، جمالك لا مثيل له في الأرض. أسأل الله تعالى أن يحفظك. الشفاه الحمراء بلون الرمان، العيون السوداء الفاتنة شائعة في شيراز. وما أنا سوى حداد مسكين معدم، ورغم كل ما شاهدته من جمال في شيراز، لم أعشق سوى جمال الخالق جل وعلا. هذه الأبيات الشعرية من تأليف حافظ، الشاعر الفارسي الشهير الذي عاش في القرن الرابع عشر. شيراز هي مدينة الفن والأدب، جمالها ألهم الشعراء المحليين فكتبوا قصائد نالت شهرة عالمية. إضافة إلى كونها محورا تجاريا، فقد كانت مركزا للفنون أيضا، وأنجبت العديد من الشعراء المشهورين. أحدهم كان عالما فارسيا مسلما وفيلسوفا، وكان يعرف باسم خرجو الكرماني. اليوم يحفظ طلاب السنة الأولى من الجامعة بعضا من قصائد كرماني. اشتهر كرماني بأعماله الرائعة في اللغة الفارسية. كان اسمه الحقيقي هو كمال الدين أبو العطا خاجو، ولد في كرمان عام 769 للهجرة، وكان روحانيا وشاعرا مسلما. ألف أكثر من 2000 قصيدة يمجد بها الخالق جل شأنه. ورغم شح المعلومات المتوفرة عن إسهاماته في مجال المعرفة الأكاديمية، اعتبرت إسهاماته الأدبية تحفا نالت شهرة عالمية. من شعراء فارس العظام شمس الدين محمد حافظ، شيرازي ابن بهاء الدين المعروف باسم حافظ. حافظ الذي ولد عام 1320 للميلاد، نظم آلاف القصائد والأغاني ذات الطابع الإسلامي، وتضمنت أعماله 569 قصيدة غزلية و42 رباعية وقصائد أخرى. حفظ القرآن في سن المراهقة بالإصغاء إلى والده أثناء تلاوة القرآن الكريم، وأنعم الله عليه بالقدرة على حفظ وتعلم الأشياء الجديدة بيسر. وكان حافظ قد تعلم الكثير حول الإسلام. إلى جانب الفنون والأدب، درس حافظ علوم الشريعة أيضا، وكان على دراية بالعلم والرياضيات والفلك. حافظ كان يتكلم التركية والعربية بطلاقة، ومثل شجاعة المسلم في اكتساب العلم. أشعار حافظ كالأشعار الصوفية الأخرى تتغنى بتوق الإنسان وعشقه لخالقه العظيم. حظيت أعماله بشهرة عالمية، وكان لها تأثير على الأدب الأوروبي، وهو إنجاز لم يحققه أحد من الشعراء المسلمين. اطلع الأوروبيون على أعماله في القرن 18، وكان الإنجليز والألمان والفرنسيون مفتونين بمؤلفاته فبجلوه. في نظر الغرب أحدث حافظ نهضة في الأدب الشرق أوسطي الذي كان في حالة سبات. قرب ضريحه يتلقى عدد من الطلبة درسا في فن حفر الكليشيهات والنحت، وكان الهدف من وراء هذا الدرس تخليد أحد أشكال الفنون التي برع فيها، وهو فن النحت. يرحب هنا بالطلاب من كل الفئات العمرية. الآلاف من طلبة الفن ومن محبي أعمال حافظ يزورون هذا الضريح أسبوعيا. أعماله الأدبية تقرأ من قبل أطفال المدارس وطلبة الجامعات. بعض أشعاره تغنى بلون من ألوان الغناء التقليدي. هذه الأبيات بمثابة هاد للسكان المحليين ليعيشوا حياتهم وفقا لتعاليم الدين الإسلامي. الضريح ومحيطه مصانان بشكل جيد، ويمكن مشاهدة شتى أنواع الزهور في الحديقة. أبيات حافظ الشعرية ما زالت تبجل وتلقى نصائحه اهتماما من قبل الجيل المعاصر. تقع شيراز على بعد 900 كيلومتر جنوبي العاصمة طهران، وهي من أجمل المدن في إيران.
وقوعها على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر يمنحها مناخا معتدلا صيفا ودرجات حرارة غير منخفضة شتاء. هذا المناخ الجميل مكن الأشجار والزهور من أن تزهر على مدار العام، وهذا هو السبب في تسمية شيراز بمدينة الفن والورود. في الماضي كان هناك العديد من الحدائق في شيراز، ومع ذلك يمكن اليوم رؤية الحدائق في مناطق معينة فقط. حديقة باغ هيرام المليئة بأنواع عديدة من الزهور والنباتات تبلغ مساحتها 8000 متر مربع، وكانت موجودة في عهد سلالة قاجار الحاكمة قبل 200 عام. في مركز الحديقة يوجد مكان بني في القرن 18، وكانت شيراز عاصمة إيران في تلك الفترة. هذا المكان كان في الماضي منتجعاً للملوك من أسرتي زاند وبهلوي الحاكمتين. إنه اليوم ملك لكلية علوم النبات في جامعة شيراز. اتساع رقعة الدولة الإسلامية في بواكيرها أدى إلى ظهور علماء دين بارزين وفلاسفة استندت فلسفتهم ومعرفتهم على إيمانهم بالله وبالإسلام. أوزبكستان بلاد قيل إنها أنجبت العديد من علماء الدين البارزين. فيلسوف مسلم شهير وعالم اسمه أولوغ بيغ ولد ومات هنا. أولوغ بيغ اشتهر في هذه البلاد، عرف في العالم الإسلامي بكونه عالم دين مسلما وخبيرا في علم الجغرافيا وفلكي. ولد أولوغ بيغ أو محمد تراجي عام 1394 للميلاد في المنطقة المحصورة بين نهري أمو داريا وسسر داريا في إقليم سمرقند. كان جده الذي عاش في الفترة بين عامي 1336 و 1405 ملكا وفاتحا في نصف الكرة الأرضية الشرقي، وكان أولوغ بيغ الذي تولى الحكم في إقليم ترانس أوكسينيا بعد موت أبيه معروفا بكونه مسلما ورعا وحاكما عادلا ومحاربا جسورا. ومع ذلك فإن العديدين لم يذكروا صفته الشخصية الأخرى، وهي عالم دين مسلم ألمعي. برز هذا المبنى إلى الوجود قبل أكثر من 600 عام تقريبا، وكان يعرف باسم مركز أولوغ بيغ للرصد والقياس. أولوغ بيغ هو الذي ابتكر هذه الأدوات لقياس حركة النجوم والشمس والكواكب. وغالبا ما كان أولوغ بيغ يفكر مليا بالخلق والكون، وكان دائم التفكير بعظمة الخالق. حفظ القرآن في طفولته، وكان شديد الاهتمام بتعلم الفلك، وشجعه في ذلك كل من والده وجده، وأصبح فيما بعد أحد أشهر علماء الفلك في القرن 15. يعتقد بأنه أول من صنع إدارة كبيرة للحساب والرصد لحركة الأجرام السماوية، ونجح في فهرسة 1022 نجما، متفوقا بذلك على جهود كلوديوس بطليموس الذي عاش في القرن الثاني للميلاد. واهتم ببناء مركز القياس والرصد بعد لقائه بالفلكي الشهير ناصر الدين الطوسي في بخارى. كان الطوسي هو مبتكر جدول زج العلقاني لحساب حركة النجوم، وحينها عرفت كل من سمرقند وبخارى بكونهما مركزين للمعرفة. حتى المدارس الدينية منحت مادة الفلك أهمية في مناهجها. ذكرت السجلات التاريخية لعام 1420 وجود 70 فلكيا مسلما في هذا البلد، كما كان الفلكيون عباقرة في الرياضيات أيضا.
بدعوة من أولوك بيج أداروا حلقات دراسية تحدثوا فيها عن الفلك في مركز الرصد والقياس الذي يعمل بشكل منتظم منذ عام 1437، وانقضت 10 سنوات قبل أن يحصلوا على حق إجراء الحسابات. كان ذلك مرده إلى حقيقة أن رصد حركة الأجرام السماوية وكسوف الشمس وخسوف القمر والحركات المدارية للكواكب يستغرق وقتا طويلا قبل أن يتم التمكن من تسجيل مسالكها. إسهاماته في الفلك لا مجال لنكرانها، وقام الغرب باستعارة تقنياته. اشتهرت أوزباكستان بين التجار قبل 600 عام لوقوعها على طريق الحرير الذي امتد من بين بكين شرقا إلى اسطنبول غربا، ولم تصبح هذه البلاد محورا للتجارة فحسب، بل ومركزا للثقافة والعلوم أيضا. وكانت سمرقند أكثر مدنها شهرة، وتقع على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوب غرب طشقند. هذه المدينة التي تأسست قبل 2500 عام لم تكن في الماضي إقليما غنيا فحسب، بل ومركزا لنشر المعرفة بين علماء المسلمين. وكان الإمام البخاري أحد أولئك العلماء. كان الإمام البخاري أحد أبرز المراجع في الأحاديث النبوية الشريفة، وكان له تأثير استثنائي في مجال تطوير علم الحديث. إسهاماته في هذا المجال كانت عظيمة، وتعد الأحاديث النبوية الشريفة التي جمعها أحد أهم مصدرين للحديث في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا. يقع المجمع الذي يضم ضريح الإمام البخاري في قرية إسماعيل في سمرقند، ويبعد مسافة 30 كيلومترا عن مركز المدينة. شيد هذا المجمع الذي تبلغ مساحته 11 هكتارا تكريما للبخاري الذي لقب ببحر الحديث وقائد المؤمنين في مجال الحديث. توفي الإمام البخاري يوم الجمعة في 31 من أغسطس عام 878 للميلاد، وكان في 62 من عمره. كان اسمه الحقيقي هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل، لقب بالبخاري لأنه ولد في بخارى. كان شخصا ألمعيا قوي الذاكرة، تمكن من حفظ القرآن الكريم وأصبح حافظا وهو في 7 من عمره. عاش في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ودرس على يد المشاهير من أئمة السنة من أمثال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. كان الإمام البخاري من أوائل الذين جمعوا الحديث بأسلوب نظامي. تحفته الرائعة صحيح البخاري استغرق إتمامها أكثر من 16 عاما، وضمت 9,082 حديثا صحيحا. جمع الإمام البخاري أكثر من 600,000 حديث خلال حياته. ذكاؤه الحاد لا يفوقه ذكاء. هو لم يحفظ الأحاديث ويفهم مضامينها فقط، بل تذكر كل سلسلة من سلاسل الرواة، واستطاع وصف شخصياتهم وصفاتهم الشخصية. بخارى الواقعة على بعد 260 كيلومترا عن سمرقند قدمت إسهامات كثيرة للأمة الإسلامية. ابن سينا فيلسوف وعالم مسلم آخر ساهم أيضا في شهرة بخارى في كل أنحاء العالم. متحف ابن سينا، هذا الذي تبلغ مساحته 6,000 متر مربع، شيد عام 1980 في أفشونة مسقط رأسه، ويعرض ما يزيد على 700 قطعة. ولد ابن سينا أو أبو علي حسين ابن عبد الله ابن سينا عام 980 للميلاد. كان والده عبد الله حاكما لإقليم في بخارى، وكانت أمه ستارة هي التي شجعته على طلب العلم.
حفظ ابن سينا القرآن الكريم عندما كان في السابعة من عمره، وبدأ بتعلم الطب عندما بلغ 13، وأصبح حجة في الطب عند بلوغه 16 من عمره. بعد عام سمي طبيبا لخبرته وذكائه في مجال الطب. خلال حياته ألف ابن سينا 450 كتابا غطت 12 فرعا من فروع العلم، بضمنها الطب والجيولوجيا والفلك والفلسفة والأدب. استقر فيما بعد في همدان في إيران، وهناك ألف رائعته القانون في الطب. ترجم الكتاب لاحقا إلى الإغريقية واللاتينية والفارسية والتركية. عرف في الغرب باسم أفاسينا، كما ألف كتابه الشهير الشفاء الذي يشرح بالتفصيل مختلف الأمراض وطرق علاجها. ابن سينا الذي لقب بأبو الطب الحديث توفي في همدان عام 1037 ميلادية، وهو في 57 من عمره. تقع همدان في الجزء الغربي من إيران. ظهور الفلاسفة المسلمين والعلماء أمثال ابن سينا والإمام البخاري وحافظ نعم عظيمة أسبغها الله تعالى على المسلمين. همدان الواقع على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر كانت المكان الذي اختار ابن سينا الاستقرار فيه وتأليف خيرة أعماله، وقد وافاه الأجل بعد أن قدم الكثير للإنسانية. في أعلى هذه المقبرة توجد مئذنة ترمز إلى خبرة ابن سينا وإسهاماته في الطب. مقبرة ابن سينا هذه تم تشييدها عام 1953 في الذكرى 1000 لميلاده. هذا قبر ابن سينا العالم والفيلسوف المسلم العظيم الشأن. كان رجلا متواضعا ورعا يحب الصلاة وعمل الخير. كلما كان يواجه مشكلة في عمله أو عندما كان يعجز عن إيجاد إجابات لأسئلته، كان ابن سينا يصلي في جوف الليل طالبا الهداية من الله. كان هذا هو قبره المتواضع قبل بناء المجمع الجديد، وكان هذا هو شاهد القبر الذي تم تجديده بعد اكتمال المجمع الجديد. ولم يكن لذكائه نظيرا، وكتب في الفلسفة أيضا في كتاب أسماه كتاب النجاة وآخر أسماه الإشارات. في كلا الكتابين نجح ابن سينا بتوحيد البابين الرئيسين في حقل الفلسفة، وهما الفرضية والتطبيق. في هذا المجمع يحتفظ بأعمال ابن سينا التي ترجمت إلى العديد من لغات العالم. ينقسم المجمع إلى قسمين، هما الضريح والمكتبة، ويوجد هنا قرابة 5000 كتاب. جميع هذه الكتب هي مؤلفات ابن سينا وتشمل العديد من العلوم، وترجمت إلى العديد من لغات العالم، ولم يصل إلينا سوى 240 كتابا، أما البقية فقد فقدت. 150 كتابا هي في الفلسفة، في حين تناول 40 كتابا الباقية مادة الطب. اكتشف ابن سينا العديد من الأعشاب التي يمكن استخدامها في معالجة مختلف الأمراض. الأعشاب التي يحتفظ بها هنا استخدمت كأساس للطب الحديث.
كما أنه اكتشف مسبب مرض السل والالتهاب الشعبي، إضافة إلى اكتشافه لدور الماء والجزيئات الموجودة في الهواء في نقل الفيروسات المعدية. كما أنه نجح في إثبات العلاقة بين الأمراض والحالات النفسية كضغط الدم والاضطرابات النفسية التي يمكن أن تتسبب في أمراض غير عادية. في كل عام يزور طلبة الطب من العديد من جامعات إيران هذا المجمع ليحصلوا منه على ما يلهمهم، وليعبروا عن تقديرهم وإعجابهم بإسهامات هذا الرجل العظيم. الإسهامات العلمية والشخصية التي قدمها العلماء من أمثال ابن سينا أثبتت للعالم بأن المسلمين كانوا فيما مضى موضع إعجاب وتقدير.